سي ياسو والليل يحلى الليل ما بننسى دواي يا ميك صارك ليل المحب ليطول الملقي تجمع محب تبعد محب وارواحنا تشقي بين البعاد والملقى كم قلب انكوح سياس والليل يهلا الليل ما ظن ينسى ريح اذكاري تهرشت والله يخبرني وش الجاري ليلو وسكت يا من يدلني على الذي داس والليل يا اهل الليل ما ظني انسى دواي يا ابن اخوي انت تظن ان عمك صايل يزوج بنته اللي ما عنده غيرها الواحد ما يعرف من هو ولا من اي حموله يعني انت بتعرف ابي وعمامي لا اعرفهم عز المعرفه ابوك ما كان بالهجاني ومدقوق بجبينه وبراس خده مظبوط يعني انت بتعرف اهلي وعمامي اي بالله اعرفهم لكن بيننا وبينهم مسيره كم يوم هذا عدا عن الجفوه جفوة؟ لا يا عمي لا إن شاء الله ما بينكم وبينهم غير كل خير الله لا يرد المغازي وإيام المغازي يا عمي أنا لازم أصلهم أتعرف على عمامي وأهلي لا لا يا ابن أخوي لا ليه؟ أبوك الله يرحمه ما جلع عن ديرته وتنكر الهلو إلا بسبب أخاف يكون مطلوب وتنلحق أنت خلى هذا الأمر سر بيني وبينك خل عيوف ما تجيب سيرة قدام أحد الحين أجيب العلم الوكاد وإن لقيت إن ما بي عليك مضرة منه لك علي أخذك لي عندهم بروحي تسلم يا عمي تسلم بس لو تعلمني شو اسمهم لا تكون عجول يا ولد أخوي كل شي بوانه زين هذا صويلح خلصنا من سالفته واموري بلشت تحسن ان شاء الله ان شاء الله لكن يا اخوي زعل يريد حصته من ذهبات صويلح زعل يريد حصته من ذهبات صويلح اي بالله يريدها علامك يا حواس الرجال ما هو عايل ومن قال انه عايل الحق علي مو عليك انا اللي قلت لك هات لي زعل خير يا اخوي في شيء
أنا ما أعرفه. زعل يا الذيب، غافلني وغافلك وباقي ذهبات سويلح من كل عقلك. هذا صار يا ذيب، وما اكتفى بسواه، لقيت الكيس مليان حصو. زعل مو هو قد السالفه. هذا ملعوب، ملعوب صويلح. لو ماني لاقى الكيس كان قلت صويلح غدر بينا، لكن لقيته مليان حصو يا ذويب. ويطلع منك كل هالمطاليع يا زعل. القر عليك وقال للشيخ حمدان معاي النمس والذيب، ما هي بعيدة عليه يخون هالخيانة. والحين شو تشور علي؟ أذمحه؟ لا يا الذيب، لا، لسعنا بحاجة له، لكن طمن باله وقل له حواس يسلم عليك ويقول لك أذهبات محفوظات، لكن مو قبل ما تنفذوا لي آخر أمر. أنت أمر يا أخوي وعلينا التنفيذ. اسمع يا ذيب. صدق يا عمي، أبعيني شفته شايل باروته وراكب على فرسه ويدور حول الديرة. إيه يا ما ظلمناك يا حواس. هاني نوبات أقول مثل قولك، ونوباد أقول نحن نسرق غنمك ونحرق شقك أنت. جرى العقلك شي يا أخوي حواس؟ أنت نفذ وما يعنيك. تعرف ذهبات صويلح إيش كثر؟ قلي يا أخوي قلي. لك بقدهن وأكثر. إيه نحرق الشق ونسوق الغنم ونساوي كل اللي تقول عليه. باكر بعد نص الليل. باكر بعد نص الليل. انت الغالي والطلب رخيص يا حواس. هذاني خلصت يمه، تعوزين شي؟ سلامتش يا غاليه. الله يسلمك. وين؟ يمه ابى اروح عند عمتي فضه اعاونها بشغل البيت. لا يا غاليه، بيت غنام ما تدوسينه الا يجي وياخذش بيده. بعدين نسيتي ان الرجل وجعان بالدايل يعدي. يما اني ماني رايحه اقعد ويا غنام، اني رايحه اعاون عمتي ساعد زمان ورد. وقفي. خير؟ انت قلتي لابوك؟ لا، الصحيح ما قلت لابوي، لكنني اعرف ابوي ما يقول لا على المثل هذه. يا بنيتي يا بنيتي، مو ناقصنا وجع راس، اقعدي ومالك ومال هالروحه. يما انت تعرفين معزه عمتي فضلك. اعرف اعرف يا بنيتي، لكن يمه بنيتش مو لزوم تقطع رجلها عن الجماعه، ولا تريدين الناس تقول؟ بعيد الشر يا بنيتي. غنام الرجب هالكريم الله يشفيه ويعافيه وترجع الامور مثل الاول ان شاء الله. يمه اسلم عليك. سلميلي على ام غنام. ايش قد كنت اقول عن حالي ام لسان طويل اللي غلب نسوان الديره؟ طلعت غالية لسانها أطول من لسان أمها. بالله عاد هذه سالفة، أترجاك حد الرجاء أنك تعفيني منها يا حماد. لا لا يا أخوي، أنا معتمد على الله ثم عليك يا زهوان. هذا حمل كبير وما يقدر عليه زهوان. لا أنت قدها وقدود يا أخوي، والشدايد يا زهوان ما لها غير أهلها. ثم أنت زهوان، زهوان الشاعر، ثم لا تنسى أن وراها هدية ثمينة لو تقعد طول عمرك يا زهوان تشعر ما تحصل عليها. صحيح يا حماد. خلنا من الكذب والصحيح، أنا ما ندبتك من بين كل هالخلق لو ما عرف زهوان وشهامة زهوان. زين يا حماد، أنا رايح أقول لعمك سالم إنك بحل من هالوعد. وتقول لي واضحة بعد حماد، مسامحك دنيا واخرة، خلي البنت تشوف حالها وتشوف نصيبها. علامك يا حماد. لا ولا شيء يا أخوي. ظلت وحدة يا حماد. الله وكيلك، أنا أعطيتك كل شيء، ما ظل شيء أعطيك إياه إلا باروتي.
تريدها خذها وريحني منها يا اخوي. لا يا حماد، ارفع شوفتك. صحيح اني على وجوه الخيرين مثلك ومثال، لكن عمري ما طمعت. بس اني قصدي شو اقول لامك؟ امي قل لها لا شفته ولا اعرف عنه شيء. وان سمعت اني وصلت كلامك لعمك سالم؟ معك حق يا زهوان، قل لها اني قابلته بديرة بعيدة وما قال لي وين وجهته. غيره وتامرني بشيء؟ لا يا اخوي، اريدك دوم سالم وغانم. اسلم عليك. مع السلامة. مع السلامة يا زهوان. دمعي على خدي دفق همال، والدمع ما يجبر كسر خاطر. ما ذيني جرح اشعب الدلال، فت الكبد او بيض الناظر. كنت الاول صرت انا بتال، مقطوع من حبل الرجا حاير. لاني على الفرقة جمل جمال، ولاني على ملقى الولف قادر. أنا ما أريد غير صالحك، خلها البعدين وأني أحدر معاكم. يا عم الدنيا أمان واطمئنان، والبادي مليانة بالهجانة، يعني ما عادت محشمة الأول. يوبا ما أخفي عليك، أني زاد لي واهس أشوف المدينة. يوبا أنا ما أقول لا، لكن الحرص واجب يا بنيتي. هذا الاخر ساعجبه كلامي. ايه شو تقولون يا عمي؟ نحن طمعانين بموافقتك، من جهه بستلم معاشاتي، ومن جهه تانية بعرف عيوف على اخوالي وعلى المدينه. فشو رايك اذا جوك اثنين؟ اسبل عصاتك، ما زالكم رغبانين. الله وياكم، لكن لي عليكم شرط. ونحن تحت امرك يا شيخ، انكم ما تطولون الغيبه. واني اقدر على غيابك يوبا، كلها كم يوم وتلقانا عندك. جهزوا حالكم والله وياكم. الله يبارك لنا فيك يا عمي. تسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يعينه. القوة يا عمه. يا هلا يا هلا ومرحبا بغالية، قاعدي هني. يا هلا. ما هان علي ظل قاعدة عند أهلي، قلت أمر عليك أعاونك. أصيلة يا غالية، هو شوفتك عن شيء كثير؟ إن شاء الله ما أنت زعلانة من غنام. لله يا عمه لله، ماني زعلانة منه، أني زعلانة عليه. منين جتنا سالفة الوبا هذه؟ أمر الله يا بنيتي، ادعيله ليل ونهار بالشفاء. آمين آمين، بجاه كل من له جاه عند رب العالمين. جابش يا غالية، يعني ما سيرتك عند أهلك قلتك على هالبيت ما بيرجع لحين ما رب العالمين يفرجها؟ صحيح يا غنام، أني جيت أعاون عمتي بشغل البيت، ما هن علي خليها لحالها. الصحيح أنك ما تعرفين مصلحتك ولا تهمك عافيتك. يلا يلا، عيني بهالبيت ما تشوفت مرتنا الثانية. يلا مثل ما تريد يا غنام، أنت تامر. لا يا غنام، ما هو أنت اللي يطلع منك هذا الشيء، هذه حرمتك. لانها حرمتي خايف عليها، مثل ماني خايف عليك يمه خايف عليها. انت رجاك حتى الرجه يمه، لا تنطينها ريج طيب ولا تفوتينها على هالبيت. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هلا هلا غالية، مبين مردش عجل. اني رايحة للبيت يمه. اقفي ايدي على راسك، ما طردش غنام. تستأهلين، ما تسمعين الكلام.
ايه يا زهوان، نيرة من حماد نعمة كريم، والياقولت لم غنام انه حي يرزق وكاد بها نيرة. نيرة من حماد ونيرة من ام غنام وعهد دقة بحينك ناعم يا زهوان. ها قول ابن عمي كول، كمل شباب. بتعرفي مين خطر على بالي يا كامي؟ شو تقبرني؟ ابن اختي سمير، والله اشتقنا له. شو يعني مدارس الباديه بتتاخر عن مدارسنا؟ من جمعه سكرت المدارس. ايش شو قالوا لك عني؟ انا مديره مدرسه وبفهم بالدوام، بعدين شو اللي جابوا على بالك هلا؟ اشتهيت يكون معنا لانه بيحبها هي الاكله. إيه بكره ما بتشوفه الا هو بجنبك، وساعتها بطبخ له كل الاكلات اللي بحبها. تكرم عينك، كول. الله يسبوه. مناكل ومنحطه ببالنا، بركي بطن اذانه. الله يسبوه. تسلموا دياتك. ان شاء الله صحتين والف هنا. الله يسوقك يا سمير. يا جماعة الخير، الديرة طلبت أهلها الأستاذ سمير وحرمته متهيرين يروحون للمدينة. لا يا زاد لا، يوم العلم إن صرت واحد منا، هذه ما هي رحمة منك ولا مقبولة. صبرك علي مناع، انت دوم بصلتك محروقة، الرجل رايح مسيار. المسيار ولا بأس، لكن سالفت انك تروح وتتركنا نوبة واحدة. لا يا مناع لا، يعني هي زارت كم يوم وبنرجع ان شاء الله، ومثل ما حكى عمي مسيار. ريحتني الله يريح بالك، بس لو تعرف ايش قد غلاتك عندنا وسويت بقلوبنا. عليم الله عليم الله. أني ما كملت هرجي يا مناع. العفو العفو يا شيخ صايل، كثر المحبة ساقني الكثرة الكلام. الحين من منكم له روح على المدينة؟ أنا متهير يا طويل العمر. الأستاذ ما يندل الدرب. أنا الدليل، أنا الحكيم. بارك الله بيك يا مزعل، بارك الله بيك يا حكيم. صب قهوة صب. موسيقى
أبد يا طويل العمر. أنا ما ظنتي لهم عودة، صاحبهم وخذوه. واني رأي من رأيك يا حماد، لكن الحذر واجب. حواس يا طويل العمر قاعد ما ينام الليل، واني تقدر تقول مثله. بارك الله بيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ابن الحلال عن ذكره يبان. على الخير إن شاء الله يا عمي. يا حواس أنت كلك خير، اقعد. لا بالله يا ابو نجود، شبعت من النوم وصار وقت الحراسة. أسلم عليكم. مع السلامة. الله وياك. مع السلامة. سبحان من بدلك يا حواس وحب بصورتك. إيه ظلمناه كثير وهو بري. أنا أكثر واحد كنت أظن به الظنون، لكن بعد ما شفت بعيني أن الرجل ما ينام الليل ويدور حول المضارب يحرسها، ما أنا عارفان شلون أتعذر منه. الحل الوحيد أنك تساعده. حواس ما هو ملزوم أن يحرس وحده. من يتاركه أترخص يا عم الشيخ. الله معاك. حنا نحرق الشق، هي معاهم حق يخافوا، لكن حواس يقول احرق الشق وسوق الغنم. ايه انا احرق الشق، احرق الشق. ايه يا السلام عليكم. يا هلا يا هلا يا حواس. وين الربع؟ ايه هسه 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 يوصلون. اسمع، ايه نفذ اللي قلت لكم عليه. ايه وباكر مثل الحين القاكم هين. ايه شق اخر؟ لا يا خبل. باكر كل واحد ياخذ هديته والتغنيه. ويترك هالدرب الشين. بارك الله بيك، بارك الله بيك. عليم الله، عليم الله يا حواس اني مشتاق لحرمتي ولاولادي. ومن بعد باكر كل واحد حر بنفسه. وتبلغ الجماعة ما اريد حدا منهم بهالديار ابد. انت تامر يا حواس، تامر. سلم على الجماعة. اسلم عليك. الله معك يا حواس، الله معك. عندك شنت سمار الليل؟ صديق قرب وانت رافع ايديك. هذا انت يا خلف. جزاك على ربك. تدري انك رعبتني. حواس وين كنت يا رجل؟ ارنب، ارنب انشين يا خلف، اهلكني هلاك وما قدرت اصيده. او انت ناقصك لحم. انا ماني عند اللحم، لكن الصيد بدمي. تبين يا حواس انك تعبان، ايش رايك تروح ترتاح وتنام واني اسد مكانك؟ اي نوم يا رجل، اي نوم. حواس ما عاد ينام الليل الا يكمش واحد اثنين من المطاريد. انت روح نام. اشلون اخليك بالليل لحالك؟ عجل ماني خلف. يا لاقي خير، يا لاقي خير، روح نام واشبع نوم. الحراسة علي. عجايب عجايب، في واحد يكره الونس. يا لاقي خير، روح نام انت، ارتاح. وانت بنت محتاج على السهر، انا نايم النهار كله. واني ما جايني نوم. ها على كيفك يا خلف، حظك الجادم عليها. Thank you.
نجم القبيلة. يا نشامة الحقوهم يا نشامة، حريف بالقبيلة، حريف بالقبيلة يا نشامة الحقوهم. أخوتي عليكم بالجهة الشمالية واني رايح من هنا. يلا بتالي يا حماد. والله ماني عرفان وين صاروا يا شيخ. ما لحلك خلف؟ لا أبد. زين الحقني. يلا. صرت تظهر يا نمس، هذه حالة الدنيا، مكتوب له يموت بهالديرة. ما يستاهل، اخذوا خروفكم وانا القاه ودفني. ومنه اللي له نفس ياكل؟ زين تياسروا والميعاد باكر. هذه البارودة ما لها لزوم يا نمس، بارود تذيب تكفي. ما خاب ظني، عارف المكان اللي وقع بيه.